السلام عليكم الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوهر السويس. بسم الله ما شاء الله، الكابوريا وفتحة الموسم ربنا يجعلها فتحة خير إن شاء الله، وبإذن الله تعالى 25 على النحو ده، 25 هجي لك يا أبو حميد إن شاء الله، يكون فتحة موسم خير عليكم يا جماعة. وزي ما عودتكم لما أكون عند الإمبراطور، يعني بالعربي كده الكابوريا الصحية، الكابوريا الصحية ده عنوان أحمد الإمبراطور يا جماعة، تمام. العرض الفرش ده يا جماعة بقى حبيبي وابن حبيبي المعلم عبد الله. ازيك يا معلم عبد الله؟ ايه اخبار الكابوريا؟ كويسه؟ الموسم لسه فاتح من يومين بس بالنسبه لكم، مش كده؟ انت طبعا عندك خبره ولا لسه شويه؟ عندك يعني بابا علمك كل حاجه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. حطها لي في الميه كده يا عبد الله، حطها في الميه. اقلب على وشها طبعا. عايز اتوضى عبد الله يا جماعه. طبعا يا جماعه الموسم لسه بقاله يومين بس بالنسبه لاحمد كابوريا يا جماعه، وباذن الله هنواصل ونتابع معاه باذن الله كل ما هو جديد في عالم الكابوريا ده يا جماعه. عرض صغير مع ابني او حفيدي عبد الله، ونبدا نخش بقى نشوف الاسعار ونشوف الجوله مع الامبراطور الكابوريا احمد عبد الله. فرحتهم هم ماسكين الكابوريا الصحية يا جماعة ما تتقدرش بتمن. بتخاف من الكابوريا؟ تخاف من الكابوريا يا عبد الله؟ بتعرف تمسكها كويس تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء في كل مكان، دول عربية، دول أوروبية ومصر الحبيبة، جولة جديدة مع جولات قناة جوهر السويس. والحمد لله موسم الكابوريا فتح. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله، الموسم هجيلك إن شاء الله. وحبيبي طبعا أبو رياض، جاي لك أبو رياض إن شاء الله يا جماعة. دعوة كريمة من حبيبي وابني الشيخ عبد الله. نعم السنادة هنضيع مع الزمالك، احنا عشان من كده البحر فيه خير ان شاء الله. امر الله مش كده برضه هاني؟ ان شاء الله باذن الله. هو الرزق بتاع ربنا يجي بالخير بتاعه. ارجع يا جماعه واقول موسم جديد، كابوريا وجمبري وكل شغل البحر ان شاء الله يزيد. وانا يا جماعه داخل على امبراطور الكابوريا الشيخ احمد عبد الله. السلام عليكم يا حبيبي. موسم جديد يا رب وبالخير، بتوسعه عليك وعلى الناس. توسعه عليك بكثره الخير، وتوسعه على الناس باسعار كويسه. كويسه انا برضو على الطاير كده بقول لك، انت وعدت الناس بفضل الله. انا وعدت وانت بفضل الله، انا وعد الفرد باذن. اتفضل. وعدت بايه بقى؟ وعدت باسعار باذن واحد احلى، تبقى باذن واحد مش موجود عند حد تاني. اظن باذن الله تبقى اقل الاسعار في السوق باذن الله. اظن بفضل الله ومع الحفاظ على الجوده. طبعا الجوده دي ما فيهاش كلام، ما فيش كلام فيها، ممكن لا غبار عليها. ان شاء الله ربنا يزيدك من خير، ربنا يكرمك يا عم، ويكون في توسعه في خير البحر
عشان يظهر سعره على باذن الله. والايام الجايه كمان على فكره هتظهر الحاجات كمان لسه يا عم احمد، كل ما يعني الدنيا بتمشي كل ما الحاجه بتكبر كده. على ما يبيع بيع يا جماعه، استعرض لكم اللي موجود في كابوريا ديكورا، حجم متوسط او صغير يا جماعه يعتبر، وفي كابوريا حجم كبير ديكورا برضو، وفي وسط هو يا جماعه مشكل ما بين كبير ووسط واقل من الوسط. وبعد كده نخش على الاناتي، كابوريا الاناتي برضو مقسمهم. خد اسعار يا عم احمد، عايز تاخد اسعار؟ هناخد اسعار بس ما ادي الناس يبقوا بيتفرجوا على ايه وبيشاهدوا ايه. كابوريا يا جماعه اناتي ان شاء الله تعجب حضراتكم، وزي ما احنا شايفين اهي مطرخه. واحمد بالتجربه، افتح دي احمد كده على التجربه. طب برضو انت بقى وقعت نفسك وقع حلو. لا ما انت قلت لي افتح لي دي. معلش انا بقى معلش انا بقى انا هستأذنك. عايز اعرف بقى الوقعه الحلوه اللي وقعت فيها ازاي بقى اجيب المطرخه من غير ما تحرج مع البياع. صل على النبي. بص يا عم احمد، الكابوريا بتبقى قبه من هنا باينه، تيجي تفتحها عامله قوس قبه. بص عامله ازاي، تعالى كده نوضحها شويه. قبه يا عم احمد، بص جاي امسك الكابوريا. بص اهي كل ده مطرخ. بص يا جماعه، في هنا قبه، هات بقى اللي مش قبه بقى. هقول لك يا عم احمد، مش قبه اهي. بص يا جماعه، فتحها تلاقيها مش مطرخه. بص دي مسطحه على طول. دي يا جماعه عامله كيرف منحنى زي المطب الصناعي كده. ادي سر قولها لكم من الامبراطور. تفتح اي كابوريا بفضل الله. بص طبعا انا بستغرب ازاي بينقي على طول. هتلاقيه عارفها يا جماعه. يا عم احمد دي بفضل الله، لا اله الا الله. انا بص لها اعرفها بس. انا لما نقيت يا جماعه نقيت اللي مش قبه، وقال لي مش هتطلع فيها بطروخ، قلت له افتحها برضه. يبقى كده استفدنا وتعلمنا من الظهر هنا اللي قبه من هنا تبقى مبطرخه. دي يا عم احمد يا جماعه بفضل الله، دي مبطرخه برضو. دي مبطرخه عشان قبه اهي. اتعلمنا يا جماعه. خد بالك دي بفضل الله ب60 يا عم احمد. ب60؟ لا طب ناخد بقى بعد كده ناخد الاسعار. دي الحجم الصغير الاناتي، دي صغيره يا عم احمد. وده الحجم الكبير، ده حجم كبير ده ستات وسبعات في الكيلو. تمانيات يا عم احمد. تمانيات. بص كده برضو. الله اتعلمنا يا جماعه الكابوريا قبه. القبه قبه قبه وحبه قبه. دي مش قبه ولا قبه؟ دي قبه قبه قبه، يعني عامله منحنى يا جماعه، يعني عامله باينه. انا بص يا عم احمد، البيع الخبره يبص للكابوريا بس يعرفها من غير ما يمسكها. تمام واخد بالك. بص قبه كل ده دي مش قبه تا. لا دي قبه قبه برضو اهي. شوف بقى ده الفرق بقى اللي بين الخبره يا عم احمد وبين برضه. وانت برضه خبره، ما اقدرش يعني اتكلم. لا معلش لا انا بس يعني بفضل الله يعني دي يا عم احمد، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني انا بص الله اعرفها. تمام. وشويه حجاري بقى ربنا رزقهم وباعهم اللي بقى حبه صغيرين خالص يا جماعه. بص برضه كل حجر اللي عايزها تبقى منوره قدامه زي كده ياخدها عشان منوره وتلمع. لو مش حلوه بالذات في الصيف يا عم احمد تبقى فيها نشاط الجانب جدا. يشمها مش عيب، يشمها او يفتح بقها ربنا حضرتك يعملها كده، لقى ريحه البحر فيها ياخدها. ريحه البحر ما اي ريحه نشادر يسيبها، يبقى بخساره الثمن فيها والسعر. ونبدا بعد كده ناخد من اول من اخر ما وصلنا نبدا الاسعار. الحجاري الحجري دي ب 100 يا عم ب 100. تمام. والاناتي اللي هي كام؟ 100 جماعه. دي هتاكل بالمعلقه، بيقولوا بتاكل بالمعلقه لان فعلا عشان بص يا عم احمد دي بتبقى عامله زي الجبنه الرومي في الاخر كده. دي اللي فيها الكلام كله، كل الفسفور. ايوه حضرتك الكلام من ده. والطعم الجميل، طعم الله يعني فيها السويس يا عم احمد، ولا فيها طينه في الجناب. نقدر نقول ولا فيها كلام من ده ولا كده. بتاع الكابوريا، بص الكابوريا السويس يا عم احمد عامله ازاي. نظيفه. بص يا جماعه برضو احمد خد حته من ده. الخياشيم دي يا عم احمد بتقول لي بره دي ب 100، انا بشوفها بره ب 60. طب يا عم دي حاجه واللي بره حاجه. هتفتح تلاقي الخشيب دي سودا. واخد بال حضرتك يا عم احمد، دي بص الكابوريا عامله ازاي، ولا تلاقي فيها طينه ولا تلاقي فيها كلام من ده. بص بيئه نظيفه اهم حاجه يا جماعه، الخشيب تبقى نظيفه وبيضه. كل اللي احنا فاتحينه دلوقتي على طول اهو، يعني الواحد بفضل الله. غير ما هيستمر الموسم البطروخ لغايه امتى؟ بفضل الله يا عم احمد، لو بياع عنده ثقه وعنده ضمير هيفضل على طول يدي الزبائن من بطرخه. لا انا بتكلم على البحر. البحر الكابوريا ما بيقطعش بس هي بتبدا ترمي البطروخ في أربعة يعني من 5 تبتدي تملى بس برضك بتبقى فيها بطرخه في 4. صح يعني لما بيجي لي زبون عايز بطرخه بجيب له بطرخه. الله يبارك فيك. بس بتبقى الاكثريه ايه مش مبطرخه. يبقى احنا قلنا 100 دي 100 100
لا دي خلينا بدي دي المفروض 50 ب 40 يا عم. ب 40 جنيه يا جماعه، دي 60 يا جماعه، ومطرخه زي الفل اهي، والله حجمها حلو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. في ذكر برضو، تبص كده يا عم احمد، في ذكر زي ناخد الذكر. الذكر ده ب 70 يا عم احمد. 70 يا جماعه، ده بفضل الله، صدقني في زباين جت قالت لي يا شيخ احمد انا جبته من بره ب 100. احنا ماشيين على خط مراعاه ضميرنا، واحنا مع الزبون، صح كده، والحمد لله كل التليفونات وكل التعليقات بتزكيك ولا نزكي على الله احد. الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين ان شاء الله. الحجم ده يا عم احمد ب 30. 30 وبرده يا جماعه زلزلط اهي، والحجم الاقل، ودي دي اكبر يا عم احمد، اكبر 40. يبقى 40 30 ممكن 25 برضو ببيع 70 في 70 يا عم. ولا أملك غير إن أنا أقول لك ربنا يزيدك من نعيم الله.